السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو، طالب دكتوراه في جامعة زوجيانغ جنوب الصين في مدينة اسمها تينخوا. النهاردة إن شاء الله مش ناوي أطول عليكم، في خبر مباشر لحد ما، خبر جميل بالنسبة للناس اللي شغالة في التجارة وكده. في مدينة جنبي اسمها إيو، فيها أكبر سوق تجاري اسمه فوتيان. السوق التجاري ده الحمد لله رب العالمين النهاردة بدأ يرجع لطبيعته العادية، طبعا مع بعض الإجراءات طبعا، وانت داخل برضو في كشف وكده، بس لحد ما هو بدأ في العمل. وده أكبر سوق تجاري من أكبر الأسواق التجارية اللي موجودة في الصين هنا. فبالنسبة للناس اللي شغالة في التجارة، لو هي حبت ترجع وتتعامل مع الناس، ده أعتقد إن ده مفيش مشكلة إن شاء الله الفترة الجاية. ودي كانت الاحتفالات. ده معناه ان في مدينة تيهو ان هي ما فيهاش اي اصابة لحد ما، وعدد الاصابات في المناطق التانية دايما بتقل، عشان كده يقدروا يسمحوا بممارسة اللي هو التجارة في اكبر منطقة حيوية. جماعة، عايز اقول لكم ان انا بجد بجد فخور بيكم جدا. انا لسه جديد على يوتيوب وانستجرام، والايت الاف الرسائل منكم طبعا موجودة من العراق، الجزائر، تونس، اليمن، مصر، السعودية، من كل الدول العربية. ما شاء الله عليكم، حسيت قد ايه ان انتوا شعب عريق. كلها تقريبا بنسبة 90% من الرسائل بتدعمني وبتقف جنبي، ودي حاجة بصراحة ساعدتني جدا في الفترة اللي انا كنت فيها دي. ربنا يخليكم ليا يا رب ويحفظكم يا رب العالمين. وطبعا استقبلت بعض الرسائل اللي هي كان فيها انتقاد لحد ما، وفي كان انتقاد لاذع شوية، يعني اللي هو تجاوز لحد ما. وطبعا ده انا كنت دايما في تواصل مع اهلي، وده كان رد والدي. انا بحب بلدي، بحب الناس، انا طبيعتي كده، ان انا اتربيت على كده، اتربيت ان انا اكون انسان ودود، بحب الناس والناس بتحبني، وان انا واخد بالك غيور على الناس واخاف عليهم وكده. ومن هنا احنا بنعمل الشرايط دي عشان ما تعانوش المعاناة اللي احنا بنعانيها هنا واللي اهل الصين بيعانوها هنا. فبعتذر ليكم اذا تجاوزت او تعديت حدودي، او خليت ناس تتأثر معايا وتقلق علينا اكتر، او تقلق على بلادها اكتر. انا كان كل غرضي بس اللي هو اللي انتوا ما تقعوش في نفس المحنة او نفس المعاناة اللي فيها الصين دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين انا موجود في الشارع وبنقل الواقع زي ما هو موجود دون اي مبالغة. شكرا لكل الاهلي واحبابي وكل الناس اللي ساعدتني وقفت معايا، وكل الرسائل سواء انتقدتني او رحبت بيا. شكرا للجميع، واتمنى ليكم يا رب كل خير، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.